البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. وأنتم أيضا إذ كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروحي الذي هو يعمل الآن في أبناء المعصية، الذي نحن أيضا جميعا كنا نسلك قبلا بينهم في شهوات الجسد، عاملين مشيئات الجسد والأفكار القلبية، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته العظيمة التي أحبنا بها ونحن أموات بزلاتنا أحيانا بالمسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، لكي يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، إنما هي عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن خليقته، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك اذكروا أنكم أنتم أيها الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الزمان بدون المسيح، أجنبيين عن سيرة إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم، وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض الحاجز المتوسطة وأبطل العداوة بجسده وأبطل ناموس الوصايا في الفرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة بذاته، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين وبسلام أنتم القريبين، لأن به صار لنا كلينا الدخول في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل أنتم شركاء وطن القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية، هذا الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون بالاشتراك معا مسكنا لله في الروح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.